فتحت مصالح الأمن بقسنطينة بأمر من النائب العام تحقيقا حول تسجيل صوتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بصوت نسائي يهدد سكان الولاية بالويلات بسبب تفشي فيروس كورونا. وزعمت صاحبة التسجيل تواجد الطاقم الطبي بالكامل تحت إجراءات الحجر الصحي بفندقين في وسط مدينة قسنطينة بعد إصابتهم حسب زعم التسجيل بكورونا، وهو ما أحدث هلعا كبيرا وجعل مواقع التواصل الاجتماعي التي تجاوبت سلبا مع التسجيل تطالب السلطات الصحية برد السريع إما تكذيبا أو تأكيدا قبل أن تتهاطل بعد ذلك الردود من إدارة المستشفى الجامعي وأيضا من بعض الأطباء والطاقم الصحي بالمستشفى الجامعي الذين أطلوا على المواطنين ونفوا جملة وتفضيلا ما جاء في تسجيل المرعب الذي قال بأن الأرقام الحقيقية عن الإصابة في قسنطينة هو أضعاف ما هو معلن عنه، وهو التسجيل الذي صنع الحدث إلى غاية فجر السبت تزامنا مع الإعلان عن وضع الولاية تحت الحجر الصحي رفقة 8 ولايات أخرى والإعلان الرسمي من وزارة الصحة عن وفاة 3 أشخاص. من المنتظر أن يتم إنشاء مستشفى صيني صغير في الجزائر سيكون مخصصا لتقديم خدمات صحية تعنى بمكافحة الوباء والوقاية منه لصالح حوالي 4000 عامل صيني و5000 عامل محلي جزائري، وذلك حسب ما نقلته وكالة أخبار الصين الجديدة التي لم تحدد لا تاريخ ولا مكان ولا أجل إنشاء هذه المؤسسة. أكد عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور محمد بقات بركاني أن استجابة المرضى لدواء هيدروكسي كلوروكين لا تظهر نتائجها إلا بعد 10 أيام، ومن المبكر جدا الإعلان عن هذه النتائج في الجزائر بعد 6 أيام فقط من استعمال هذا العلاج. وأوضح الدكتور بقات رئيس الأطباء وعضو لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا أنه من المبكر جدا أن تعلن اللجنة عن مدى استجابة المرضى المستفيدين من العلاج هيدروكسي كلوروكين هذا الدواء الذي لا تظهر نتائجه إلا بعد 10 أيام. يذكر أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمرت منذ 6 أيام باستعمال المؤسسات الاستشفائية التي تستقبل مصابين بفيروس كورونا لدواء هيدروكسيكلوروكين الذي أثبت نجاعته على التصدي لأعراض الفيروس في الدول التي طبقته. قال مدير التسويق والمبيعات بمجمع صيدال للصناعة الصيدلانية يوسف واكلي إن المجمع سيقوم بتطوير دواء كلوروكين المستخدم حاليا في علاج كورونا. وأوضح واكلي خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن المجمع يعتزم مستقبلا تطوير دواء كلوروكين بمجرد استلام المواد الخام من الخارج. وأكد المتحدث أن مجمع صيدال ضاعف الإنتاج حوالي 3 مرات على الإنتاج العادي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأشار واكلي تعزيز الإنتاج بمجمع صيدال خصوصا ما تعلق بالمسكنات مثل الباراسيتامول والفيتامين سي، حيث طرحت أكثر من 2.5 مليون وحدة من الباراسيتامول و500 ألف وحدة من فيتامين سي في الأسواق. انتقل إلى رحمة الله اليوم البروفيسور سي أحمد رئيس مصلحة الجراحة بمستشفى فرانس فانون بعد إصابته بفيروس كورونا. وقد نشرت الصفحة الرسمية لمصلحة قسم الجراحة بمستشفى فرانس فانون بالبليدة أن عائلة الجراحة الجزائرية في حداد بعد أن فقدت البروفيسور سي أحمد مهدي. وقد ترحم الوزير الأول عبد العزيز جراد صباح اليوم على ضحايا فيروس كورونا الذي خلف 31 وفاة.